وجراو عليه وليدات يعني في حاله صعبه وفي حاله اعاقه معاقين. شركه ديال كاشير معروفه في المغرب راه في المحمديه، جراو على دوك الوليدات مساكين، وعرفتي دوك الوليدات بكاو داك النهار، وما بغيتش نصور انا عرفتي دوك الوليدات مساكين بداو كيبكيو والله العادي، والله شاهد عليا اقسم بالله الا جراو عليهم الا قالوا لهم خرجوا علينا. هذه شركه معروفه ديال الكاشير، معروفه شركه الكاشير كاينه في المحمديه. ديت واحد الجمعيه ديال وليدات مساكن اون دي كابي، ايوا ديتهم باش نضرب بهم دوره في المعرض ونوريهم المعرض مساكن في سبيل الله. دخلنا المعرض، ايوا دار معايا واحد الصحفي، نتلاقاو في واحد البلاصه في واحد ستوند ديال شركه ديال الكاشير في المحمديه معروفه. ايوا مشيت عندهم، دخلت هذوك الوليدات لي زون دي كابي مساكن، ومن بعد قال لك سيدي ما بغيناش هاد لي زون دي كابي، واحد الشركه مينابل، واحد الشركه معروفه راه قريبه تسالي قريبه دير فايت. المهم كنشكر المغاربه بعدا، وكنقول لهم كنقول المغاربه كاملين اي واحد كياخذ شي برودوي من هاد الشركه هادي راه معروفه شركه الكاشير اللي معروفه في المغرب، اي واحد يحاول انه يتضامن معنا ويتضامن مع دوك الوليدات، هاد الوليدات اللي في حاله اعاقه باقين صغار مساكن ومعاقين، ما احترمهم، جراو على دراري معاقين، جرى عليهم المدير ديال هاد الشركه هادي، وماشي مديرين كانوا مديرين بزاف. وهاد الشركه راها في الغرق دابا، راه غاده في لاشيت، غاده في الغرق، راكم عرفتوها. وجراو عليه وليدات يعني في حاله صعبه وفي حاله اعاقه معاقين. المشكل هو انني انا كنبغي ندير هاد الخير هذا، كنبغي ندير مستور، حيت حنا مشى من واحد الناس قلبهم ما بقاش فيه الخير كاع، ما عرفتش الناس علاش ما كاين بعض الناس، ماشي كنقولوا كلشي، بعض الناس يعني ما الله يهديهم، بعض الناس الله يهديهم ما بقاوش كيديروا الخير كاع، ما بقاوش كيعرفوا شنو هو الخير، فهمت؟ مع العلم انهم كيصليو وكيمارسوا شعائر دينيه عاديه، كيمارسوا شعائر دينيه والصلاه والصيام، ولكن فين هو الخير؟ الله اعلم. المهم هاد الشركه هادي اللي هي شركه ديال الكاشير معروفه، راه معروفه بلا ما نذكروا الاسم. جراو على دوك الوليدات مساكين، وعرفتي دوك الوليدات بكاو داك النهار، وما بغيتش نصور انا الوضع، ما كنبغيش نستغل بحال هاد الحوايج، نصور الوضع ديال الوليدات كي كانوا، ونصور الوضع ديال رئيسه الجمعيه اللي مسكينه حتى هي في حاله اعاقه، هي معاقه، رئيسه الجمعيه معاقه وعندها ابن معاق. وقالوا لي صافي معليش نسى، ولكن انا ما قدرش ننسى، لان بحال هاد الشركه هادي خاص المغاربه كلهم يحاربوها، المغاربه كلهم يحاربوها. راه عندي الفيديو ديال واحد السيده صوراتو كيفاش ان شركه معروفه كتجري على وليدات في حاله اعاقه. بارطاجيو هاد اللايف هذا، الله يجازيكم بخير. المهم راكم عرفتوا الشركه، شركه ديال الكاشير معروفه، راه دابا غدا وكتشوتي، راه في الخراب والله، وربي غيزيدهم خراب في خراب ان شاء الله، كونوا هانين. لان الانسان اللي ما كيحترمش الوليدات، وما كيحترمش وليدات في حاله اعاقه، وما كيعطيهمش قيمه. شركه ديال الكاشير معروفه في المغرب، راه في المحمديه، حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو، جرات على وليدات معاقين، وليدات معاقين مساكن، كاين اللي ما عندوش رجلو، كاين اللي هذوك اللي عندهم دوك اللي في ثلاثي السبغي، عرفتي دوك ثلاثي السبغي. فحاولوا انكم تقاطعوا هاد ديروا بارطاج، وديروا هاشتاغ، قاطعوا هاد الشركه هادي، الشركه ديال الكاشير معروفه. واصلا راه دابا بلا ما واخا تقاطعوا ولا ما تقاطعوهاش، راه غاده ان شاء الله غاده في الخسران، فهمتي؟ راه غاده. عرفتي دوك الوليدات مساكن بداو كيبكيو والله العادي، والله شاهد عليا، ما بغيتش نصور انا، ما بغيتش نصور ذاك الموقف هذا، باش ما نبانش انني ركبت على الموجه. قلت خليت ندير شي لايف ونوضح للمغاربه ونوضح للناس كلهم، حاولوا تبارطاجيو هذا اللايف هذا الماكسيموم، تبارطاجيو، لا حول ولا قوه الا بالله العلي.
اقسم بالله العلي العظيم مازال ندير اللايف مع رئيسه الجمعيه، لان حتى هي معاقه مسكينه، وعرفتي الوليدات كيبكيو. شي عرف راه كلشي كتب لي الشركه، كلشي عرف الشركه شنو سميتها. هاد الشركه بغيت المغاربه كلهم يقاطعوها، الشركه ديال الكاشير راه كاينه في المحمديه، كلشي يقاطعها. وان سيدنا جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو كيوصي دائما على الفئه اللي هي في حاله اعاقه، وكيوصي على الناس اللي هما في حاله اعاقه اننا نعاونوهم. الملك محمد السادس الله ينصرو كيوصي الاطفال يعني في حاله اعاقه خصنا نوقفوا في جنبهم، كما كيوقفوا مثلا في فرنسا وفي المانيا وفي الدول المتقدمه وفي امريكا. من هنا لقدام نشوفوا اكثر من هذا الشيء. اقسم بالله الا جراو عليهم، الا قالوا لهم خرجوا علينا، هذه شركه معروفه ديال الكاشير، معروفه شركه الكاشير كاينه في محمديه، فحاولوا نقطعوها. وهذا الشيء غيوصل لسيدنا ان شاء الله، غيوصل للملك الله ينصره الله يخليه لينا، غيوصلوا. من هذه الشركه جرات على الاطفال في حاله اعاقه ومساكن جايين سخفانين، وكل شيء كان شاهد، راه الجمهور اللي كان كيتصور وهذا كانوا حاضرين في المعرض الدولي ديال الفلاحه بمكناس، كانوا حاضرين. فحاولوا انكم تبارطاجيو وديروا هاشتاغ وبارطاجيو بان هاد الشركه هذه يحاولوا ان المغاربه كلهم يقاطعوها، فهمتي؟ شركه معروفه ديال الكاشير، معروفه كانت في المعرض الدولي للفلاحه. فكنشكر الناس كلهم، وكنطلب من الناس انهم يبارطاجيو اللايف، وكان وصل هادشي، وصل سيدنا الله ينصره، وصل الملك محمد السادس، وصل المسؤولين، لان باش تجريو على اطفال في حاله اعاقه واطفال مساكن ذوي الاحتياجات الخاصه اللي وصى عليهم الدستور، وصى عليهم الملك، فخصكم تبارطاجيو هذا اللايف. وحنا نديرو واحد مقاطعه للمنتوجات ديال هذه الشركه، هذه اللي هي شركه معروفه، شركه ديال الكاشير، راه كاينه في المحمديه، راه كلشي عارفها وكلشي يعرفها. وقال لك واحد السيد واش ممكن يديروك شي حاجه، اش غادي يديروا؟ ما عندهم ما يديروا، موت وحده هي اللي كاينه، ما كاينش جوج ديال موت وحده اللي كاينه. وانا ما سرطاش ليا، قلت بلا ما نصور الموقف تما، بلا ما نصور الموقف في ملي كانوا الوليدات، قلت خليتها ندير واحد اللايف ونوضح للناس والجمهور والراي العام. شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا، بارطاجيو الماكسيموم، شكرا. كنتمنى هذا الفيديو يتبارطاج الماكسيموم باش يوصل ان شاء الله الملك محمد السادس الله ينصره الله يخلي لنا، وصل الناس المسؤولين باش يعرفوا مع من حنا كاينين في هذه البلاد. وكاينين شركات بزاف الله يعمرها دار، وكيعاونونا وكيستقبلوا الاطفال في حاله اعاقه والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. ومع الاسف كاينين شركات بزاف، ماشي غير هذه الشركه اللي كنهضر عليها، شركات بزاف ما كيعاونوا لا معاق ولا ماشي معاق، ولا فقط كي ياخذوا الفلوس من جيوب المغاربه، وكيتغناو من على ظهر الشعب المغربي، وما كيديروش شي حاجه اللي هي شي اكتيفيتي، شي حاجه اللي كتليق بهاد الوليدات اللي كتفيق مثلا بالمراه في حاله صعبه، المراه القرويه مثلا، المراه المطلقه مثلا، المراه اللي معنفه، الاطفال في ذوي الاحتياجات الخاصه. وهذا الشيء خاص الدوله تدخل، وخاص المسؤولين، وخاص المسؤولين الكبار في البلاد انهم يتدخلوا ويحاولوا انهم يفرضوا عليهم هذا الشيء هذا. كذلك كنحاول انني نوصل الصوت ديالي بصفتي كفنان مغربي، الصوت ديالي للمسؤولين المغاربه وجلاله الملك الله ينصره، لان هاد الشركات انهم خصهم يعني يحاولوا انهم يعاونوا الناس، يعاونوا الاطفال، يعاونوا الاطفال المعاقين، الاطفال المتخلى عنهم، الاطفال يعني ذوي الاحتياجات الخاصه، فهمتي؟ ماشي يحاولوا غير يتغناو وصافي، واللي دار سميتو كيعمروا الكونت وكيبلوكيو الكونت، كيعمروا الكونت هنا ويعمروا الكونت على برا وفي سويسرا، فهمتي؟ فيحاولوا انهم حنا كنأديو لهم الواجب، وكنشريو من عندهم البرودوي ديالهم او المنتوج ديالهم كنشريو، فيحاولوا انهم يعاونوا الاطفال، يعاونوا المراه، المراه المتخلى عنها، الاطفال اللي كاين الشوارع، يعني يعني النساء المطلقات، النساء المعنفات، خاص الشيء كله خصو يعاونوه، ماشي غير يتغناو حيت الشعب كيجري من عندهم، لا بالعكس، خاص الدولة تدخل وتفرض عليهم، تفرض على أي شركة عندها مدخول محترم أنها دير اكتيفيتي، دير يعني ديزاكتيفيتي لهاد الوليدات، لهاد النساء المتخلى عنهم، الناس اللي في حاله صعبه، يعني دور الايتام، حتى
يعني الأطفال الموتى خلاناهم اللي كيباتوا في الشوارع، حتى كذلك الديور العجازة اللي مساكن كيعانيو ما كيلقاو لا ما ياكلوا لا ما يشربوا، ما عندهمش حتى الماء الكافي، ما عندهمش حتى الأكل الكافي، مع العلم أن الدولة خصها تدخل. شكرا لكم، إلى عجبكم الموضوع بارطاجيوه الماكسيموم، وشكرا وتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.